أيضا مبدأ إما لنا أو علينا، وهذا مبدأ إرهاب فكري. إما أن تكون معي أو أنت ضدي، واللي يكون ضدنا لابد أن يصفى. خب أنا أهدر دمي، خب أنا أهدر دمي. يسموني العقرب الأخضر، ما أبو أسامة أخضر الأسود الأصفر. زين لا أحد يقرب منه لأن يلدغ خاله. ليش الأصفر ما أدري أنا. هؤلاء دواعش الشيعة نفس الشيء. دواعش الشيعة شو يقولون؟ اللي يؤمن بفكرتي واللي أنا أقوله خوش رجال وزين، واللي ما يؤمن بفكرتي حتى لو مرجع، يعني أنا يعني واحد من عندهم جدا سخيف وجدا سفيه في كلماته وسب وشتم للمراجع والعلماء، هذا كله فكر خطير، فكر داعشي شيعي خطير. ونحن لابد واقع هذا، لابد أن نلتزم بطريقة أهل البيت، طريقة أهل البيت التي في الواقع لا يمكن لها أن تسمح لنا أن نكفر مؤمنا. الآن بعض الأصوات النكرة الشاذة، بعض الأصوات النكرة والشاذة والتي لا يعلم أين ابتنت ووجدت مثل هذه الأصوات في الشيعة، بدأت أيضا تكفر علماء الشيعة وتتهمهم بأنهم ليسوا أهل ماذا؟ أهل براءة من فلان وفلان وفلان. فرق، وهو أنه مو فقط المسلمين كلهم إلى النار، حتى من لم يوافقه من علماء الشيعة أيضا ماذا؟ إمام إلى النار. مولان أنتوا روحوا اسمعوا فضائيات الشيعة الآن اللي محسوبة مع الأسف على مراجع يدعون لأنفسهم ما يدعون. بمجرد أن يختلفون معهم بمجرد شيء يصير، ولهذا يعنون السيد الإمام إمام إلى النار. مولان روحوا اقرأوا في المواقع مالتهم. لماذا؟ لأنه اختلف معهم، لا يؤمن بما يقوله. خلص سيد الإمام، شيخ بهجت، سيد الطباطباء، هذول كلهم لماذا؟ لأنه لا يتفق مع هالجهلة، الذين لا يعرف أصلهم من فصلهم ومن أين جاءوا وإلى أين ينتمون ومن أين يتغذون. هذا الإمام، وما كانت تعرف ما أنتم عليه. أيضا مبدأ إما لنا أو علينا، وهذا مبدأ إرهاب فكري. إما أن تكون معي أو أنت ضدي، واللي يكون ضدنا لابد أن يصفى. خب أنا أهدر دمي، خب أنا أهدر دمي. ولكن مع الأسف الشديد، بدل أن يعينوني على هذا المشروع ماذا فعلوا مولانا؟ ها؟ وقفوا أمام هذا المشروع، ضيقوا علينا كل طريق، كل طريق مولانا، لا الفضائيات ولا المواقع ولا الكتب ولا المعارض، حتى المعارض منعوا كتبنا في بيعها.